أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين، معكم إدارة أعزائي من قناة الشرطة والأمن. في هذا الفيديو نتكلم عن كاميرا الداش كام المصنوعة من شركة واتش جارد. وهذه الكاميرا معروفة في أو نظام الشركة هاي معروف في مجال الشرطة والأمن والدوليات، ونظام الكاميرات سواء كانت الكاميرات اللي محمولة على الجسد مثل يعني ما يشابه هذا النوع البادي كام، وكذلك الداش كام اللي بيكون على الدوليات. النظام هذا بيشتغل على الدي في دي، بعرف ان الشيء هذا قديم الان اصبح، لكن قبل هذا النظام كان عندنا نظام الفي اتش اس او الفيديوهات كاسيتات الفيديو للي بذكرها زمان، للي في العمر يعني من جيلي او يعني ما شابه، بتعرفوا الكاسيتات الفيديو نظام الفي اتش اس. فكنا نحمل هذه الاشياء بالصندوق السياره من الخلف، ويكون له صندوق خاص مع الفيديو، وكل يوم او كل شيف تقريبا لازم نبدل الشريط شريط، ويكون بحضره سوبرفايزر واحد مسؤول. فكان هذا هو الاشكال فيها. فتطور الوضع وصار الان صار دي في ديز، بعد دي في ديز صار نظام الواي فاي. فلما تدخل على البنايه او مكان المركز يكون في سيرفر، والواي فاي يتوصل مع السيارة على طول مع الدورية، فيعمل داونلود أو أبلود لكل الفايلات اللي موجودة بالكاميرا في السيرفر. فلما تدخل على الكمبيوتر وتعمل لوجن تسجل الدخول، فتشوف كل الفيديوهات اللي سجلتها على الفيديو قبل دقائق. فهذا ريح كثير، لكن هذا الإشكال إنه مش موجود في كل المراكز الشرطة نظرا لأنه غالي السعر، لكن موجود يعني مع الوقت بصير مشهور أكثر. مع الكاميرا هذه بيجي بادي مايك، والبادي مايك هذا بيكون اللي بصير فيه انه لما تشغل الإنارة اللي هنا الكاميرا بتشتغل. فلما تشتغل بصير يسجل صوت مع صورة. الصوت اللي بتشوفوه مع الدوريات لما يكون الشرطي بعيد عن السيارة لكن الكاميرا هذه هي اللي شغالة بيكون بسبب البادي كام هذا او البادي مايك عفوا، وبيكون بنشحن هنا، بتحطه هنا وبيشحن وبيشتغل لمسافة بعيدة يعني عن الدورية. فمهما أبعدت يعني خلال أعتقد 100 أو 200 متر بيكون بسجل بلقط الصوت، لكن الصورة دائما بتضل على طول. طيب مشان تغير الدي في دي طبعا بيجي مفتاح تفتحه، وأيضا هنا في زر بتطلع الديسك، وبكون هذا الديسك أكيد لازم بروح على المكتب المسؤول، وبنوضع الدي في دي الثاني الجديد. فقبل ما تطلع الدي في دي منه، ولما اذا بتحاول تشغله راح يقول لك كم دقيقه موجود في باقي في الدي في دي. فالان بكون انسرت ديسك، اوكي الان بقول لك انه في ديسك فارغ تم العثور عليه. دو يو وانت تو فورمات الدي في دي؟ نعمل فورمات. في انك لازم يكون زر يس او لا. فموجود هنا عندنا يس، موجود عندنا نو. press reboot the system and try again. نعمل reboot the system. فالان تم طفينا السيستم الان، فبنرجع نشغله مره ثانيه، نعطيه وقت لحد ما يرجع اعاده تشغيل على اساس يتعرف على الدي في دي الجديد. الآن بيفحص في check for older file system، بيحاول يشوف إذا في فايلات من قبل.
ناطيه وقت لحد ما يرجع يشتغل. طبعا الكاميرا هذه هي اللي لما تحركها شمال او يمين بنلاحظ انه بتحرك مع بتحرك الشاشة. فهي جيدة لانه في حالة لو تحرك المشبوه اشتبه فيه او انت بدك تسجل شيء على اليمين او الشمال من السيارة ما بيكون مثبت فقط باتجاه واحد، فممكن تلفه على اليمين او الشمال او مثل ما تريد. ايضا في كاميرا هنا موجودة مثل ما شايفين على اساس تسجل السجين اللي بيكون ورا مثل ما احنا شايفين هنا داخل القفص. Activating screen الآن كله تمام. You want to format? No. Open driver door. شو هذا؟ كله تمام الآن اشتغل. الآن لما بدي اشغل السيارة زي ما شايفين الآن مثل ما شايفين الآن بيعمل ريكورد لانه شغلت الاناره. كله الان شغال وبسجل. فبنرجع نطفيه، تطفي الاناره، بعدين فيك انك تحط ستوب، وايضا بتحط ايش كان نوع التسجيل، هل هو كان مثلا لوقت توقف السيارات، سرعه، سكران، اعتقال، مخدرات، مطارده. أو جريمة قتل، اعتداء، حالة طارئة، حالة طبية، ألارم أو أي شيء من هذا النوع. ممكن نحط إذا كان مجرد تيست، لازم عادة بيكون موجود في كثير من الأنظمة إنه تيست، ف يعني إنه أنت بس تفحص تشوف إذا شغال، فإحنا مش موجودين فبنحط على أقرب شيء عليه الآن وخلاص انتهى الموضوع. هذا هو بالنسبة لنظام الكاميرا. خلينا نشوف حاجة الديسبلاي. هذا بدي بدك تكون الأشياء مبينة على الفيديو. شايف هنا موجود إذا بدنا نحط إذا بدنا نسجل مثلا الكاميرا تكون تسجل ده بالورا بالمسجون، دائما ممكن تحط عليه. بدك تشغل الكاميرا اللي كاميرا في داخل السيارة على أساس المساجين مرات لما تحط اثنين معهم تحط اثنين بداخل الدورية من ورا بصيروا يحكوا باشياء اعترافات كيف بدهم يحكوا شو بدهم يخططوا يحكوا للمحقق، فبتاخذ منهم التسجيل بهذه الطريقه. هذا هو بالنسبه للفيديو. خلينا نرجع للدوريه، بشوفكم مع فيديو جديد. ابي الاسئله متناول الاطفال، وتحيات ضابط عزام قناه الشرطه والامن.